بسم الله. الدرس 19. Welcher dieser Artikel interrogativ und demonstrativ؟ فهنا اسم الإشارة. Welcher أيهم؟ dieser هذا. Welches Auto؟ dieses Auto. بما أنه das Auto فقلنا welches Auto. طيب الآن لدينا النوميناتيف، الأكوزاتيف، والداتيف، وهذا نقسم أيضا إلى ماسكولين نويترال فيمينين بلورال. فنقول مثلا دير مان، عندما نريد أن نسأل أي رجل فنقول فيلشا مان، بسبب الإير ضفنا إير في السؤال فيلشا مان. في الاسم الإشارة نقول نفس الشيء ديزا مان. طيب نرى في النويترال في المحايد das Kind، نركز على الاس، ف welches Kind أضفنا الاس في الويلشا فقلنا هذا الطفل dieses Kind. طب الفيمينين دي فراو، نركز على الاي فنرى او الويلشا، الاي أضفناه ف welche Frau. طب هذه المرأة diese Frau. نفس الشيء في البلورال دي Leute، welche Leute، diese Leute. إلى هنا أظن أنها مفهومة. الأكوزاتيف يبقى زي ما هو ما عدا الماسكولين نغيره، فنقول دين من، ويلشن من، أضفنا الأن الذي في الدين، ديزن من، والباقي كما شرحناه. طيب الداتيف ديم من، فأضفنا الأم الذي في الديم إلى الويلشم إلى السؤال، فقلنا ويلشم من، أي رجل، ديزن من، هذا الرجل. طبعا في الداتيف. فالمحايد قلنا ديم، فنقول أيضا فيشم كنت، ديزم كنت. طيب الفخو أصبح مذكر، فدي فخو إذا، ونقول هذه المرأة ديزا فخو. طيب دين لويتن، لدينا الأن كما حفظناه، فيشم لويتن، أضفنا الأن في السؤال، ديزن لويتن أضفناه في اسم الإشارة. أي أحد لديه سؤال؟ شكرا.